أو التصرف اللي صار والله غير مقبول لا مهنيا ولا أخلاقيا. وثق تماما أن التحقيقات بتتم وبتطبق الإجراءات النظامية بكل صرامة. والله ما في شك طلبنا الموضوع وصدقكم ولوزارة الصحة خلاص حنا حقيقة مرتاحين الله يسلمك بتواجدكم وقلتنا ثقتنا فيها وفي جميع الممارسين الصحيين عالية جدا. حرص سمو أمير المنطقة ومعالي وزير الصحة وكل أمانة يعني موجهين توجيه خاص نجي ونجلس معاكم ونبدأ بالتحقيق في أسرع وقت والرابع بنتائج التحقيق. بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة والعافية. حقيقة هذا شيء زيدنا فخر كمواطنين وهذا واجبنا، واجب الممرضة أنها تخدم هذا الوطن وتخدم الممرضة وإحنا فخورين بها حقيقة. أكيد أكيد والله هذه أختنا وعزيزين ونفتخر فيها وإن شاء الله أنه نكون داعمين لها دائما وفي ما في قصور. الله يعطيكم العافية.